ومع ذلك عمر ما قال اسقنا يا رسول الله، استسقي ادعو الله لنا، قال يا عباس قم فاستسقي لنا. فوالله إنه لدليل دامغ على أنه ليس من المشروع دعاء الأموات، وإنما كان يدعى الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسأل أن يشفع لهم أو أن يستسقي لهم في حياته لما كان حيا، أما بعد وفاته ما لا قال لهم افعلوا ذلك، ولا قال الله عز وجل لهم افعلوا ذلك في كتابه، ولا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ولا الصحابة قالوا ذلك ولا فعلوا ذلك، حتى يأتي الروافض ولا صوفية ويقتدى بهم. هؤلاء يقتدى بهم، هؤلاء يقتدى بهم، ندع الكتاب والسنة وفعل الصحابة وسيرتهم هديهم ونتبع الصوفية والغيرهم. لا، حتى لو أتاك بالشبه ما تعرف الجواب عليه لا تصدقهم أبدا، هؤلاء غشاشون، غشاشون أبدا. وإنما المشروع أن ندعو الله وحده لا شريك له. نعم، تفضل.